ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ ولتنياو مسارات تسلمنا معنو. نعم نعم، من يقول ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ لا لا لا، غيره من يقول؟ أنت أجب. ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ الصلاة. خطأ، قل ترجم. هذا يقول الصلاة خطأ. صلاتنا وقلها اللي جن ستاتنا وركن الثاني. وهذا قال إقام الصلاة. هي وقن إقام الصلاة. ما الفرق بين الصلاة وإقام الصلاة؟ صلاتنا صلاتن أستكاكلو ما قوميالو ليونتو من دنة وهي وإقامة الصلاة بلو مدسة. لماذا كان في القرآن والسنة إقام الصلاة للصلاة؟ على تتكاكم زل لأنه قد يصلي ولا يقرأ الفاتحة. إقامة الصلاة نو قرآن لي يمنو أقول لمن نو قرآن لي إقام الصلاة بلو يمنو ياندان بسو عندان بسو يساقد عليهم مقيم الصلاة عليهم. لأنه قد يصلي ولا يقرأ الفاتحة ويقول أنا صليت لكن ما قام الصلاة. يسجد اللين فاتحة وهذا يقرأ هي سو صلاتنا لكم. الثالث من أركان الإسلام. سوستنيا إسلام مسارتوج. ما هو؟ ما نعمل أو أترو الزكاة. خطأ، قل الزكاة خطأ. ما قال الزكاة. أنا أعرف. أنا أسمع إيش أقول. إيتاء الزكاة خطأ، إذا قال الزكاة خطأ. إيتاء الزكاة. ترجم يا رجل. زكاة أو كالا ستاتنا، إيتاء الزكاة كالا تككلن يتملس. ما الفرق بين إيتاء الزكاة والزكاة؟ ليونة لتوقي قباتشوهال زكاة مالتنا، زكاة مهتت بأقباب مالتنا. إيتاء الزكاة لابد أن تؤخذ الزكاة من أموال محددة. إيتاء الزكاة مالت كروت يلهم كتوسنوا حابتوش قنزبو تنتيزو يمستمو في زمن محدد بتوسن قزي بمقدار محدد يتلكات متسد إلى طائفة معينة أصناف ثمانية يمستسوة قطعاتو سمنت تبوية قطعات. تمام. الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. أرتنيا أركان رمضان مطوم والرمضان طوال مطوم. الركن السادس. سدستنيا ومسا عمستنيا ومسا. الخامس. عمستنيا حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. يتكبرون بيت الوغنيت لا شعل سوى رسو قوين يتعود لا شعل أكمل على سوى.